جبت الحجاب؟ لا يا ماما. انا كده ما بعتكش مشوار وترجع فيه منصور ابدا. ما جبتش الحجاب ليه يا واد؟ اصل في مارد بيدوخ الستات. يعني مارد لما يبقى يفرفرك كده. تعالى يا واد، تعالى اقعد، المسلسل لفرانك هيبدا. مش عاوز. امال مين هيقرا لي الترجمه؟ تعالى. حاضر. لسه الاسامي. ارخم حاجه البتترات اللي في البدايه دي. ها بدا اهو. انت تعلم يا فليب انه السارق؟ طبعا. اظن ليس كذلك. لن ادعه يفلت هذه المره. هيروح فين؟ ده الدنيا ضيقه قد كده. انه ينكر الحقيقه. لازم ينكر. مش واطي. ساحطم هذا اللعين. وده يطلع مين؟ ده فليب يقطعه. أرجوك لا تقتلني. سأقتلك. سأقتلك. لا. سأقتلك. اقفل يا واد. مش هقدر أشوف فيليب. وهو بيتقتل. اقفل. ماما أحاول على القناة التانية يمكن يكون في إعلانات وحاجات حلوة كده. عاوز أتفرج على بنات الإعلانات المقايصة وهي بتترقص. بقولك قوم. قوم ادخل الجو. انت بقالك قد ايه هنا في المدرسة يا فندم؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين؟ ثلاث سنين وما تعلمتش ان ضرب الشرطة اساسي لتعليم الطالب؟ الطالب لو ما ضربش مش هيخاف، مش هيحترم حد، مش هيحس انه في مدرسة. ده اسلوبي مش هغيره. ايه ده شوية يا استاذ حسين؟ انت بتهديه هو وصايبني انا؟ ابعد عن وشي. ما هو ده اللي مسقط العيال. العيال بتسقط عشان بتكره المدرسة. وعشان الاسلوب الغلط اللي احنا بنعلمهم بيه. لا مش كده ما ابعد. انت جاي تعلمني اسلوبي؟ دي مدرستي ودي طريقتي. انا اسف مش هغير طريقتي. يبقى اتفضل. انت بره المدرسه يا استاذ. الوزاره بس اللي تقدر ترفدني مش حضرتك. ده انا هرفدك وهرفد المدرسه كلها. اطلع بره. اطلع بره دلوقتي يا استاذ. اسكت انت يا استاذ عاشور. هتعمل ايه؟ بالراحه بشويش على مهلك كده مش كويس عشانك. انت راجل صاحب مرض وكبرت. يا عيني على الحلو لما تبهدلوا الايام. سايبني ساعتين مرمي في المستشفى مفيش في قلوبكم رحمه؟ جايب لي ورد ولا ما فطرتش من الصبح يا ابن الكذبه؟ شوف الراجل المفجوع. انت في ايه ولا في ايه؟ حتى وانا بموت لسه عليك طويل. انت اللي زيك بيموت ابدا. يا ماما حرام بقى. بابا معانا دلوقتي مش عارفين بعد خمس دقايق هيروح فين. طب خليه يحترم نفسه وهو بيموت. قادر ربنا ياخدك وانت واقفه في ثانيه. مش هياخدني وموت بغيزك. انا حلوه. بص حلوه وطعمه وبيضه وقشطه. مش هياخدني موت بغيزك. يا ماما حرام عليكي بقى. بابا مش جوزك بس، ده ابن عمك وانت بنت خالته. يعرف مقام اخوك الكبير. كفايه بقى. يا حيوان يا متخلف انت اطرش يا حيوان. تاني يا بابا كهربا تاني. فين الفيشة؟ طيب حاضر. صاحبك خرع. انت من النهارده هتبقى ناظر مدرسه عاشور. انا للاسف. وانا هبقى ناظر ازاي حضره الوكيل؟ من واقع خبرتي ودراستي اقدر اقول لك ما تخافش، انا في ظهرك. انا معيش ثانويه عامه. ومين معاه؟
حدش هيعرف. المهم تسمع كلامي. ايه ده ايه ده؟ قلت لك عندك حد. ده صوت الجيران يا فندم. نفسي نفسي. قلت ايه يا صلاح؟ المدرسة محتاجة ناظر. يا حضرة الوكيل انا طموحاتي يعني غير كده خالص. طموحات ايه دي؟ انا عاوز ابقى يعني عاوز ابقى منحرف. من ايه؟ منحرف؟ ايه ده؟ ده صوت المنحرفين. ناجي بكتر مدرس اول كيمياء ومدرس اول احياء ومدرس اول فيزياء. بين يديكم مدرس اول كامل ابراهيم لغة عربية وتربية دينية وقومية. شكرا. ميس انشراح مدرسة انجليزي بتاعت ابتدائي وبرحب بيك. ويلكم. زكريا الدرديري مدرس وظيفة. ايه؟ زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. فيري جود. ميرسي بيان. احمد عبد اللطيف. عبد الحكيم درويش. وفاء حسن مدرسة التربية الموسيقية. وفاء. ايوه وفاء يا استاذ صلاح. علي وفاء. قال انت كمان. لقد فقدت مصر رجلا من اهم رجالها، ابنا من ابنائها الابرار، رجلا قلما تجده في عصرنا هذا، رجل العلم والتعليم، رجل المصاريف والكانتين، الأستاذ عاشور صلاح الدين رحمه الله. عاش الفقر. ممكن أطلب منهم طلب؟ ممكن. جه على بالي كده يعني. ممكن. مفيش حاجة. لا لا اتفضل. يا جماعة انتوا فكرتوني ببابا. ممكن نقف 50 دقيقة احداد على روح بابا؟ ايه 50 دقيقة؟ لا ساعة ونص. هو ماتش كورة كتير. ايه ده؟ دي الاميرة ديانا لما ماتت ما وقفوش عليها 3 دقايق. خلاص خلاص. 50 دقيقة احداد. 50 دقيقة. تليفون. ارجعوا ارجعوا. الو. لا يا هانم، النمرة غلط. تفضل يا استاذ صلاح، سلم على الاساتذه المدرب. ازيك يا لمبي؟ ازيك يا عم شلبي؟ استاذ لمبي انا مش عاوز انحرف. استاذ لمبي وانا زيه بالظبط. اذا كان هو ده اللي هيجيب لكم الموزز. ده اللي هيجيب لنا الموزز؟ ده هيجيب لنا جوسس. الراجل ده شكله ميت كده من ساعه. خلاص بقى يا لمبي. حاضر يا عم شلبي. خلصني بقى ونلبوا صلاح عاد مفاتيح الشقه وحصلوني. عم شلبي اطلعوا قدام. بلاي بي تقيله يعني يلعن. براون بني ده اللي انا لابساه ده بي خفيفه عامله زي الفلوكه اللي انا مش لابساها. فهمت ولا بغسل في الساندوتش اللي انا باكله؟ استاذ صلاح ويلكم ويلكم. استند ابيض وانت اهو سيت داون. اظن دي حصه انجليزي. اوف كورس. مش شايف السبوره غرقانه انجليزي قدامك اهي؟ فعلا غرقانه جدا. من فضل حضرتك ممكن اتفحص الطلبه حسب توجيهات الاستاذ سيد ضاهي؟ قوي قوي. اوف كورس. اتفضل. شكرا. مين؟ استاذ عادل. هاي يا ابني اخبار الانجليزي ايه؟ يبقى كله في كلتش. كلتش؟ كله شيكان. شيكان؟ ودانك دي؟ لا وده اللي جنبي. عسل 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 قوي عسل. السلام عليكم. انت معدي على ترعه في ايه؟ هو حضرتك مش عندك حصه؟ ايوه حصه تاريخ. تاريخ؟ انا على ما اعتقد ان انت مدرس رياضيات وفرنساوي لغايه ما تجيب مدرس فرنساوي. وتاريخ. الله. امال بتعمل ايه هنا؟ بتعمل ايه هنا؟ بتشمس. طب هتدخل امتى حضرتك؟ سيادتك عايز تخش الفصل اتفضل. بجد؟ اشكرك جدا. صدق جوه بتمطر.